عايف على الرجال يا عايف. قتلوها لحرمتي يا حضرة لوز ماشي. الله لا يوفقكم، لك الله لا يوفقكم. أنا ما فيني أطلع لحضرة لوز ماشي. إذا بدي ضل أكثر من هيك بدي أبتلي فيهم. هاي المجرمين صاروا عندك. مرت عمي لك يا صباح السعاده يا صباح الامان. صباح الخير يا امو. صباح النور حبيب قلبي. خلي لي اياه تقول خلي لي اياه حبيبه قلبي. خلي لي اياك يا مرت عمي ما يحرمنا منك يا حبيبتي. شايفه يا بسمه، شايفه امي قديش بتحبني؟ اي والله بحب على قد ما بحبك، لانه كثر ما قلبي بحبك قلت ما بجوزه الا لاجمل بنت بالعالم. الله يشكرك بخاطرك يا مرت عمي. لا إذا بدك تحبيها لهالدرجة أنا بدي غاري يا مها. والله بحبها من قلبي، من لما شفتها من أول مرة قلبي لها. ربي يسعدك يا مرت عمي. يا حبيبة قلبي. الفطور والقهوة مجهزين، أنا فقت وجهزتهم وانتظركم لحتى تفيقوا. جيب لكم القهوة بالأول. شو قهوة ما قهوة يا مو؟ يا مو أنا عريس جديد، يعني بدي آكل بدي أتغذى. شو بنا يوسف؟ تقبر قلبي حاضر. جاي ساعدك مرت عمي. قومي يلا. بأمر. الحمد لله يا رب العالمين. الله يعطيني الخير على وشها لهالبنت، ويا رب يعطيني الذرية الصالحة يا رب. خيو بالمشرمحي، نحن جايين نبارك لها، بس شوفت عينك ايدينا فاضية. يا خجلتنا منك يا يوسي. على حب الله تسامحنا، كرمال الله، كرمال الاخوة اللي بيناتنا تسامحنا. خلصنا شبك، الله يسامحكم، مو عيب عليكم تحكوا هيك. ما في فرق بيناتنا شو بكون؟ بعت لك قتلك انت وياه، معقوله لك يا حيط الحليب للرطب وانتوا اثنين؟ معقوله معقوله هيك عم تحكوا؟ ليش خالتي ليك؟ بشو غلطنا معك لا سمح الله؟ غلطتوا وغلطتوا كثير. لك شو بكون؟ يوسف اخوكم اخوكم وانتوا اخوات ورضاعه، معقوله تحكوا هالحكي؟ هلا في بيناتكم قصه هدايا والذي منه يا بشوم عليكم. لا قسما بالله العظيم يا ياما وفرتي علي كلام كثير. ولك اجدب انت وياه، لك انتوا مانكم رفقاتي، انتوا اخواتي بالرضاعه. بتعرفوا شو يعني؟ يعني ما في فرق بيناتنا. هلا الجواب الوحيد اللي ممكن جاوبكم اياه انه تفوق عليك وعليك. شايفه يا عمو؟ على اساس اخونا الك عم يبزع علينا قدامي. لانه بتستاهلوها. لك بيمونا. ميامين اهلا وسهلا. هاتي لشوف. طمنيني ام يوسف، كيف هالكنه معك؟ يي يا ام خلدون غير شكل، الله يحميها، الله يرضى عليها رضا قلبي وربي، بتاخذ العقل. ما شاء الله. قال بيقولوا امها كمان اكابر كثير وفهيمه. لكن لكن واصلا لمين بدها تطلع البنت غير مثل امها؟ يسلم تمك. اي والله. بس الحمد لله، الحمد لله، كتر خيرك يا رب اللي خليتني اشوف ابني عريس، الحمد لله. عقبال ما اشوف ابني خلدون على الاسك يا رب. وبجنب منه عروسه القمر، وانا وانت نرقص قبالهم مثل ما رقصت قبال ابني يوسف بعرسه يا رب. الله كريم. بس منين يا حسره؟ ام خلدون شو هالحكي؟ ابنك هو ابني، ابنك اخو ليوسف برضاعه، شبكي؟ انا مرضعتهم. وقت اللي بدك تجوزي امانه امانه، والله كله على حسابي وانا بخدمتك. صلاه محمد، الله فرحتيني، تقبري قلبي يا ام يوسف. حبيب. ان شاء الله الهي بتفرح بيوسف ولاده ولاد ولاده يا رب. الله يخلي لي اياكي ويخلي هالولاد الحلوين. امين يا رب. امين. خليكي عم تطلعي بعيوني، قلت لك خليك عم تطلعي. سبحان الله على هالجمال. انا لهلا ماني مصدق انه انت صرتي من نصيبي. وانا يا ابن عمي ماني مصدقه. الله وكيلك اني بحبك من كل قلبي، وبحب امك كانها امي. الحمد لله رب العالمين. بتعرفي شو؟ قسما بالله خايف اني اصيب حالي بالعين. شبنا حبيبي، لا تقل بنكا. بتعرفي بسمة، من أنا وصغير بحس حالي محظوظ، يعني خلقت على هاي الدنيا بعيلة ميسورة معاها مصاري
وأنا وحيده. شو ما بدي كانوا يعملوا مدلل دلال ما حدا قدي. حتى بعد ما دللت وبعد ما كبرت الله بعت لي أخين لأني بحاجتهم عن جد. بعت لي أخين لأهلنا من أبي وبهلنا من أمي، بس سبحان الله هيك بيحبوني أكثر ما أنا حبهم. جدعان وقضايات عبدو وخلدون اللي كانوا عندي مبارح، وآخر شيء الله هيك كرمني بأحلى زوجة بالعالم كله. لك ريتك تقبر قلبي، وأنا كمان بحس حالي محظوظة فيك كثير. حبيبي اللي عندك طلب هالقد قدو. أوف، مية طلب. بدي زور عند أهلي يومين لأنه اشتقت لهم. إيه تكرم عينك، بكرة الصبح بوصلك لعند أهلك، بس بشرط ما تطولي وأنا بشتاق لك. يومين بس. لا يومين كثير، بشتاق لك. إذا بتطلع خلص يومين يومين مثل ما بدك. لك ريتك تقبر قلبي يا حق. يوسف غلتي قلبي. بخيلك يا ام خلدون، الله يخليكي. قلبي والع في النار. يوسف ابني طلع من الصبح على بيت حماه وقال لي بده يرجع فورا، بس لهلا ما رجع ولا في خبر عنه. شو هالحكي؟ هلا ما رجع؟ لا والله ما رجع. يا بنتي غليان قلبي. الله يرضى عليكي، بلكي بتبعتي لابني خلدون لعند بيت حماه يشوفوا اذا هنيك ولا لا. الله يوفقك. ايه على راسي، تقبريني على راسي. يلا الله يكون معك. يا رب تجيبها على خير يا رب. يا رب تجيبها على خير يا رب. يا الله يدخلك. أنا بعت العناصر على كل الحارات يدوروا عليه. لا تقلقي يا يوسف، لا تقلقي. كيف ما بدي أقلق يا سيدنا؟ ويعني ابني الوحيد وبعده عريس جديد. يا الله والله خايفة كثير. خلدون. مر لي سيدي. باعتبارك بتشتغل على طنبور، لمحته شيء؟ شفته؟ لا والله يا سيدي، لا شفته لا لمحته. على كل إن أنا كمان بعتت عناصر على بيت حمام، بركي موجودة هنيك. لا يا سيدي لا، ما بضل هلا بيت حما. اعوذ بالله. سيدي نحن سالنا بيت حما وما حدا شافه. ولي على قامتي، ولي على قامتي. طولي بالك خالتي، ولي على قامتي. الا ما يرجع طولي بالك. ولي على قامتي، راح الولد معناتها. يا ربي طولي بالك يا ربي. يا ام يوسف طولي بالك الا ما قلتها. يا ربي ولي على قامتي. يا الله وين راح الولد؟ يا ربي دخيلك. هو وعروسته هيك يغيبوا ويختفوا بدون ما نعرف وينهم. يا الله الكركون دور عليه وما لقاه، اخواته دوروا وما لقوه. طب وين بده يكون اختفى؟ يا ربي دخيلك، لا تجربني دخيلك. يا الله يا ربي دخيلك، ماني قادره اتحمل هذا. يا الله دخيلك، وين بده يكون راح؟ وين بده يكون راح؟ 15 يوم وين بده يكون راح؟ وين بده يكون راح؟ يا ربي دخيلك، يا ربي دخيلك. يا الله سيدي. يا سيدي سيدي سيدي. لا شو معك مثل الدور معي؟ شوفي لك سيدي، قوم شوف شوفي يا سيدي. يوسف مربط خلدون وعبده جايبه لهون يا سيدي. قوم له عرب، روح واقف معه. يوسف لك وين كنت؟ هدول شو؟ هدول اللي كنت مفكرهم اخواتي، هدول اللي شربوا نفس الحليب اللي شربت من وانا صغير. هدول اللي عشت معهم كل عمري وما بعرف انه في بقلبهم كل هالحقد، كل الكره، اندال وصل حرمتي على بيت أهلك، بحارة الورد. طلعت من بيتي عم طلع بوشي على ورد الشوز بوش بشوش، قالوا لي طلع أنت وحرمتك على الحنطور مشان نوصلك. طبعا أنا صدقتهم وطلعت معهم. طلعت معهم أنا وحرمتي وكنت محمل خراط لبيت أهلك. أول ما صرنا على طرف الشام بدنا نفرق على حارة الورد، مطوا علي مثل الوحوش
هاجموا علي وعلى مرتي وقتلوني، ضربوني على رأسي وضربوا على رأسه وقتلوا وراحت فيها. ماتت حرمتي بس أنا ما ماتت، بس هدول الأنبال فكروني ماتت، أخذوا الأغراض والذهب وهربوا. يا عيب، بس طلعوا ناس بضايات، فلاحين كانوا عم بيشتروا أطراف الشام، أجوا أسعفوني وحلفوا يمين إلا يجوا معي على الحارة وربطوا لهدول الشوز ويجيبوا لهم، وصلوهن على مغفر ورحم من شان ما يصير تعارات بينهم بين هالأنبال، لأنه عرفوهن إنه زهرة. يا حيف على الرجال، يا حيف، قتلوها لحرمتي يا حضرة اليوز ماشي. الله لا يوفقكم، لك الله لا يوفقكم. أنا ما فيني أطلع حدا يدوس ماشي، إذا بدي ضل أكثر من هيك بدي أبتلي فيهم. هاي المجرمين صاروا عندك. السلام عليكم. لا إله إلا الله. شو هاد يا شيخي؟ شو هاد؟ لك ماتت مرته، مرض ابنه، سرقنا له أمواله وحلاله وماله، ولسه بيقول لك الخيرة فيما اختاره الله. لا، والأنكى من هيك إنه الزعيم وعده إنه ياخذ مكانتي بالحارة. وينك؟ هالشي ما بصير إذا بتطبعوا السم على الأرض. شو قلت لك؟ قلت لك من أول عم يحفر لك يا شيخي، عم يحفر لك. طيب هلا شو العمل؟ ما بعرف، ما بعرف، بس اللي بعرفه إنه ما راح ياخذ مكانتي بالحارة، وشو ما صار يصير. الحمد لله على كل شيء، قدر الله ما شاء فعل. أي والله الحمد لله، الحمد لله. بدك تطول بالك أخي أبو مصطفى، هذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، ولازم تكون صبور على هذا المصاب. الله يرحمه ويجعل مثواه الجنة بجاه لا إله إلا الله نبينا محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. آمين. الله يرحمه، الله يرحمه يا مصطفى. آمين. بس هذا مو ابتلاء يا شيخنا، الموت حق، الموت حق علينا كلياتنا. صحيح، وأنا رضيان بقضاء الله وقدره. والله هذا الكلام سليم ولا خلاف عليه، بس كمان أخي أبو مصطفى بدي أنصحك نصيحة. أنت بتعرف غلاوتك ومعزتك عندي، يعني لازم تراجع حالك بشو غلطان، لحتى رب العالمين جل جلاله ليش عم يمتحنك بأهل بيتك. مظبوط يا شيخنا، أنا بني آدم مثلي مثل غيري خطاء، بس إن الله غفور رحيم. لا إله إلا الله. دائما وأبدا الخيرة فيما اختاره الله. شو مفكر حاله هذا أبو مصطفى؟ شو مفكر حاله؟ جهبز عصره؟ بده يعلمني شغلي وياخذ مكانتي بالحارة؟ لك هاد اللي عم بيصير يا شيخي، هاد اللي عم بيصير. لك مو معقول البني آدم، لك ما حدا عنده هذا الصبر اللي عنده إياه. لك كل ما صار معه مصيبة شو بيقول؟ الخيرة فيما اختاره الله. لك أهل الحارة صاروا يحبوه خير الله، صاروا ينادوه يا شيخي، يا شيخي يا أبو مصطفى، يا شيخي يا أبو مصطفى. انتبه يا شيخي، لك عم يسحب البساط من تحتك شوي شوي، انتبه شيخي. اسمعني لك، في ببالي خطة بتطالب عن طوره وبتكسره كسر، وبتخليه يبطل يقول كل الكلام اللي عم يحكيه. شو الخطة؟ أنا معك شيخي، احكي. شو اللي بيخلي البني آدم يفقد صبره ما يعود يتحمل أي شيء؟ الجوع والفقر. لما من جوعه ومن فقره وبيشوف أولاده ميتين من الجوع، ساعة رح ينكسر ورح يضعف ويبطل يقول الخير فيما اختاره الله. والله لخليه يبطل بإذن الله. شو بدك تعمل يعني شيخي؟ والله أنه مصابك كبير يا أبو مصطفى،
بس نحن بإذن رب العالمين ما رح نتخلى عنك. والحمد لله إن بالمال مو بالعيال يا أبو مصطفى. يعني صحيح إنه الأرزاق كلها راحت، بس شو بدك تعمل؟ الله بيعوضك. الخيرة فيما اختاره الله. الله ما بيجي منه غير كل خير، السوء ما بيجي غير من البشر. يا جماعة الخير، نحن لازم نيقن إنه أي ابتلاء بيجي من رب العالمين في من وراه خير إلنا كلنا. لك حاجة كابر بقى، حاجة كابر يا أبو مصطفى. مصابك كبير والفقر رح ياكلك وياكل عيالك، لسه عامل لي صابر وراضي، حاجة كابر يا رجل. يا شيخنا، أنا إذا بدي أشكي ما بشكي غير لرب العالمين. لا إله إلا الله. لأنه الشكوى لغير الله مزلة. أنت شيخنا وقدوتنا، بس ليكون عندك رأي تاني. ها؟ تبارك الله. الله يبارك فيك يا مصطفى. الله يصبرنا جميع. علي ما علي، كلامك بيتقل بالذهب، وانت اللي لازم تكون شيخ الحارة من ورا نجاحة عقلك وكلامك. الله يبارك فيك يا زعيم، الله يبارك فيك. يا أهل الحارة، تعالوا لأخذ رزقكم، الطاعين والتراسر وكل شيء. يا لطيف يا لطيف. الطاعين اضطروا أخذوا كل شيء، ما تركوا شيء بالحارة. الله لا يوفقهم لي ويوجهن الخير، ما خلوا لنا شيء. لك شو بدنا ناكل؟ شو بدنا نطعم عيالنا؟ الله يبليهم يا معيون الجاه. لا إله إلا الله. لك راحوا الدهبات، راحوا الدهبات وراحوا الخدمات، ما ضل شيء، ما ضل شيء. وحده الله يا جماعة، وحده الله. شو بكون؟ لا إله إلا الله. شبنا يا جماعة الخير، انتو رجال، الرجال بتبين وقت الشدة. شيخنا، مو بتمك قلتلي منيح اللي اجت بالمال مو بالعيال؟ طفي. وانت يا ابو لطفي، مو قلتلي انه الله كريم وبيعوض؟ شو صار لكم فجأة صرتوا تنبوا مثل النسوان؟ الحمد لله، احمدوا الله واشكروه انه قطاعين الطرق ما قربوا على عيالكم وولادكم. المال بيتعوض. شبنا يا شباب، الخير من الله، والخيرة فيما اختاره الله إلنا كلنا. والله كلامك صحيح أخي أبو مصطفى، صحيح. أكبر دليل على هذا الشيء إنه الخيرة فيما اختاره الله، إنه أرزاقك ظلت مثل ما هي وبالحفظ والصون والحمد لله. والله حمالك ياها من قطاعين الطرق، وانا كنت السبب بهذا الشيء. شو هذا الحكي شيخنا؟ ايه، اللي سرقتها، انا اللي سرقتها. والله يا ابو مصطفى، انا كنت كثير متضايق من ايمانك اللي كان اكبر من ايماني، اللي ما حسن توصل له، ومن ثقتك برب العالمين يلي كمان ما حسن توصل له، ومن صبرك يلي كمان ما حسن لصبره. وانا وابو لطفي مشان هيك قررت اني اكسرك لشوف انه يا ترى ايمانك رح يضل قوي وتضل انت قوي وتقول الخيرة فيما اختاره الله. بس كلامك كان مظبوط، إيمانك بالله كان أكبر من أنه ينكسر، وفعلا الخيرة فيما اختاره الله. لهيك هلا أرزاقك بالحفظ والصوم بالحارة الثانية اللي أنا سرقتها لحتى رب العالمين يحمي لك إياها، والطاعين الطرق سرقون لأرزاقنا إلنا لأنه مستاهل هذا الشيء، وانت بتستاهل انه ارزاقك تضل الك وتضل بالحفظ بالصوت. يا ربي سامحني، يا ربي سامحني، يا رب. لا اله الا الله. يا جماعة الخير، ارزاقي كلها تحت امركم، تحت تصرفكم.
الله ألهبك يا شيخنا أنك تسرق أرزاقي لحتى يحميها من قطاعين الطرق. صحيح. لحتى ما نصفى كلياتنا بدون رزق. لك شفتوا؟ شفتوا كيف الخيرة في ما اختاره الله؟ لا إله إلا الله. إن شاء الله سامحني يا مصطفى. الله يسامحك دنيا وآخرة. الله يسامحكم جميعا. الله يسامحكم. حسبي الله ونعم الوكيل. الله لا يتوهمنا رأيي. آمين يا رب العالمين. عم بيقول لك جوزك بحاجتك ولازم تكوني معه بالخستخانة، شو بيمنعك؟ والله يا مرت عمي أنا ماني مضطرة أقضي عمري مع زلمة برجل وحدة. أنا لساتني صغيرة ومو معقول أقضي حياتي عكازي لإله. أنا رح ضب إجتي وروح لعند أمي. يخرب بيتك شو طلعتي قارحة؟ يخرب بيتك من حالك. طولي بالك يا ممدوح طولي بالك. أنت طول بالك أنت شو؟ لك قارحة أنت طلعتي؟ لسه عم تفاولي على الصبي، لك لسه ما بتقولوا له رجله، طولي بالك نعرف شو بتصير. يا بنتي الله يرضى عليك، اغزي الشيطان وامشي معي على الخستخانه. لا عمي، الشيطان ماني خازيته. ايه قومي للعي يلا، احمي حالك وروحي بيت اهلك وليه؟ ولا تنسى عمي، بس يرجع ممدوح من الخستخانه لا تنسوا يخلوه يطلقني. الله لا يردك الهي. يخرب بيتك شو طلعت قليلة قصر، يخرب بيتك. أنا رايح، رايح على الخستخانة. ما قصرتي فيهم، هذا اللي كان ناقص، بدك تخدميه وهو عاجز. شو بيعرفني؟ فوق ماني متحملة الفقر والقلة والعيشة مع أهله، لسه بدي يتحمله بمرضه ويقعد بخلقتي ليل نهار؟ إيه لا والله، ما حذر لا هو ولا أمه. لك بنتي ولا يهمك، ولا ينهز بدنك. طولي بالك علي. انت اولا حلوه مثل القمر والف مين بيتمناكي. اصبري والله لدبر لك عريس بيسوى راسه. ما عم صدق معقول هيك زينه تعمل. بتعرفي يا مو جاي بالي اتركها هيك لا معلقه ولا مطلقه. شو بدها تساوي هالواطيه؟ لا تقبرني الله يوفقك. طلقها طلعت قليله واجب ونواريه مو بس قليله اصل. هلأ شيلونا من سيرتها واسمعوا هالخبر الحلو. شو هو ابن عمي؟ الحكيم عم بيقول انه رجله لممدوح عم تتعافى وما رح يبترى. الف الحمد لله يا رب الف الحمد لله. لا الحمد لله والشكر يا رب الحمد لله والشكر يا رب. شو هالخبر يا الحلو يا ابي لك الله يخلينا ويطول بعمرك يا رب. معناها هلأ اجى دورك يا زينة فطيت لك. يا زينة لك يا بنتي يا زينة لك وينك؟ خير يا مو؟ لك تعي اسمعي الأخبار الحلوة. خير يا مو شوفي يا بنتي طاقة القدر انفتحت لك هيك. الدايق معزمي حكت عنك لعصمت ابن أبو رشدي بيك ووصفت له ياكي ووصفت له جمالك وزحل عقله فيكي وبده يجي يخطبك. ومين عصمت ابن أبو رشدي؟ يي يا بنتي هذا أكبر تاجر قماش بالشام ومعه مصاري ما بتاكل النيران وما عنده غير شابين رشدي وعصمة هذا اللي عم يدوروا له على العروس. طيب يا مو عرف إني مطلقة؟ لا أم عزمي عم تقول إنه بس ليشوفك ويشوف جمالك ويسحل عقله فيكي منعود بتخبره. إن شاء الله الله يقدم لك الخير يا رب ويفرحني فيكي عن قريب. شو يا أم كامل؟ سمعت إنه أنت بدك تخطبي بنتك لابن أبو رشدي بيك. والله إذا ما عندك مانع. بنتي صبية ومثل القمر ومو ناقصة شيء أبداً أبداً. ليش ما يخطبها ابن أبو رشدي بيك؟ بس أنا سمعت غير هذا الحكي. قدريت إنه أبو رشدي بيك بده يخطب بنت الزعيم لابن عصمت. أعوذ بالله شو هالحكي؟ مستحيل هالشي يصير. عصمت بعت لي خبر مع الداية أم عزمي إنه بده يجي يخطبها. مزبوط بس هذا الحكي قبل ما أنا أروح لعند أبو رشدي بيك وأحكي له إنه ابني طلق بنتك لأنه طلعت قليلة أصل. عرفتي شو؟ مشان هيك جن جنانه أبو رشدي بيك وراح خطب بنت الزعيم لابنه عصمت. الله لا يوفقك. لك ليش هيك عملتي؟ ليش؟
تخربي علي حياتي ولا ناويه يا بعدي اقعد ضل اخدم بابنك العاجز كل عمري؟ عازك وعوازك والف رقعه بانبازك وحياه عينك ابني ما عاد عاجز وحياه عينك وصار صحيح ومعافى وهلا عم دور له على بنت الحلال يلي تسر قلبه وخاطره واكيد انت وامك اول المعازيم خاطرك قليلين واجب بعملتوا قهوه. الحمد لله على سلامتك ممدوح. انت بتعرف انه انا لساتني بحبك وبخاف عليك ممدوح. الله يوفقك سامحني وانا بوعدك ها بوعدك انه اللي صار ما عاد يتكرر وراح اكون وفيه ومخلصه لك كل عمري. هلا جاي تحكي هذا الحكي ليش؟ لأنه رماكي ابن البيك مو هيك وما رضي ياخدك ولا أنك شفتيني رجعت لقوتي وصحتي صار بدك ياني هلا مو هيك؟ ممدوح خلاص والله أنا غلطت بوعدك ها بوعدك ما يتكرر هالغلطة أبدا أبدا. أكيد ما رح يتكرر وأكيد كمان وجودك بحياتي ما رح يتكرر. أنت وحدة خاينة. بتعرفي شو يعني خاينة؟ يعني أنت بوجهين وفي شكلين مثل الحرباية تتلون مرة هيك ومرة هيك وهلا انت جاي لعندي بلون الحنونة والندمانة بس انت من جواتك مو هيك من جواتك توب الخيانة كلها والسوء والأنانية. انتي انسانة ما بتحبي غير مصلحتك مصلحتك وبس. لحمة كل هالقد حاقد علي كل هالقد انتي كتير صدمتي. طيب ممدوح اعطيني فرصة تانية وبعدك كل شي رح يتصلح. ما بيرجع بيعيش وانت بالنسبة لي صرتي ميتة ميتة مستحيل ارجع لك. يا ممدوح يا ممدوح اسمعني